خلاني أدخل جمعيات خيرية كثيرة، خلاني أزور أطفال مشردة كثيرة. يمكن صار هذا الشيء من حياتي كثير أكثر من إني أنا أكون سيدة أعمال خلف مكتبها قاعدة وما تعرف شو يدور حواليها. فهذا الشيء اللي أثر في حياتي أكثر شيء. عن كنت معي في مصر كان أولي الصباح فأخير وليتها لما تقبل في 2018 وإيه الحدث اللي أثر معاكي في خلال رحلة العمل الإنسانية ورحلة العمل الاقتصادية على مستوى الوطن العربي؟ تفضلي. أنا سعيدة صراحة اليوم معاكم وإن شاء الله نتمنى 2018 إن شاء الله تكون سنة خير على الدول الإسلامية والعربية. نتمنى إن شاء الله يعني العرب يكونون جميعا إيد واحدة لأن الاتحاد قوة، ونتمنى الاتحاد هذا من زمان لأن إحنا لو العرب لهجة يعني ما نحتاج الدول الأوروبية أصلا، الدول العربية فيها من الموارد ما يكفيها والدول تكمل بعضها يعني، فشلون هم اللي بحاجتنا مو احنا اللي بحاجتنا. نتمنى إن شاء الله إن الحروب توقف الحروب ونتمنى الأمن والأمان لجميع الدول إن شاء الله الإسلامية والعربية. نتمنى لمصر إن شاء الله يعني إنها ترتاح من الأوقات الصعبة والإرهاب والشعب المصري، الشعب المصري أمن، شعب متكاتف وتحت يعني قيادته الحكيمة بغادة السيسي. وطبعا مصر احنا نعتبرها طبعا أساس العمود الفقري للدول العربية، وطبعا احنا الخليج يعني دائما نعتبر مصر هي أمن الدول العربية. إذا راح الأمن في مصر راح في الدول العربية كلها. فإن شاء الله نتمنى لهم الأمن والأمان، ونتمنى للسيسي إن شاء الله يعني ربنا ينصر إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله تمتد سنوات حكمة لمصر سنوات قادمة وقادمة لأنها تستاهل. مصر